اجتماع لرئيس الجمهورية قيس سعيد طبعا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية في لقاء برئيس الحكومة يقول يجب المرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاشية المواطنين. يقول أيضا أن تونس دخلت مرحلة جديدة ويقول على كل المسؤولين أنهم يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب التونسي المشروعة. شنو هو هذا المطلوب وهذا وعده هو، وإحنا نتبع التطبيق، لأن بالنسبة للي إحنا المرحلة تعديناها الوعود السابقة اللي هي تعودنا بها هي تحسين المنظومة الاجتماعية. السيد الرئيس مطلوب منه أنه يركز تركيز كلي ويحطها على المحك، راهو المنظومة الاجتماعية في وضعية ما تجبش تكون توالم تونس. أنا مجتمعنا راقي، مجتمعنا باهي، الحقيقة أهمها راهو في الحضيض، الناحية الأولى. الناحية الثانية نقول له يا سيد الرئيس أنت ناديت باش نضربوا على المحتكرين، والناس اللي أنا عشتها البارح يبيع لك كيلو السكر بألفين مرنج، يبيع لك الزيت دبوس الزيت النباتي بثلاثة آلاف وهو موجودين، وأنا نقيم وأنا ناشط وندور ونسجل. قل له سيد الرئيس أين المراقبة؟ المراقبة انعدمت عندها برشا برشا برشا، خاصة 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 وزارة التجارة. قل لها راكي مقصرة، ويا سيد وزير التجارة راكي مقصر بالحق في المراقبة. أن المراقبة أنه المواطن نقول له أنا نمشي للعطار ونقول له شبيه ما عندك زيت، يقول لي انا ما نجيبوش مدعم ما عنديش فيه ربح، تكسر لي دبوز انا اطلع خاسر. يقول له يا خويا حطوا مبلي كيما الاخر واحسبوا ب 2000 فرنك، المواطن ماهوش ياخذ فيه، راه ياخذوا فيه الناس اللي عنده باتيسوري واللي عنده ريستورون واللي عنده اوتيل، ياخذ فيه على حساب المواطن، والله يلزم اللي عنده عميل لذاق الزيت. يقول له يا سيد الرئيس هذه اللي يلزمك تعالجوا، هذه النقطة الإيجابية أن نستنوا احنا في تغيير المراحل، تغيرت المرحلة نهنيوك بالنجاح، أما نقول لك راهو عينك على الزوالي، عينك على المجتمع، راهو المجتمع بالحق هو شكون نجحوا؟ ونجحوا رئيس لكل التوانسة، نجحوا المجتمع. نقول له سيد الرئيس راهي الوضعية كارثية، فيها تدقيق، فيها محاسبة، فيها مراقبة، ونمشيوا في الثنية الثابتة ونكملوا بحول الله، ورانا بقدرة الله باش تتحسن الوضعية مهما تكون. النتائج نتاع الانتخابات الرئاسيه واكتساح قيس سعيد رئيس الجمهوريه، يعني النتائج هذه هل كان متوقعا يعني بالكيفيه هذه وبمعناتها الفوز الكبير؟ عندها دي ريزون، عندها تحليل منطقي، ما نفلسفوش اكثر. هي المجتمع دمرته الاحزاب، كره الاحزاب، لقى شخص واحد مستقل امشاله. نقولوا احنا راهي الموجه هذه بدات من 2018 في الانتخابات البلديه، اكثر البلديات فازوا بها مستقلين. نقولوا راهي كرهنا الاحزاب، رانا كرهنا اللي يسير في مجلس النواب، راهو ما عادش توا الاحزاب بالنسبه لنا احنا، ما تجيش دوله بلاش احزاب معارضه هي. اما احنا ما عندناش معارضه، ما عندناش احزاب. يا حبيبي راهو ما عندناش احزاب اللي نجموا احزاب، انا نتمنى ان احزاب، وكل تونسي واعي ويعي بالسياسه يقول لي راهو ماذا بينا احزاب معارضه، اما ويني الاحزاب المعارضه؟ هم دمرونا الاحزاب المعارضه. هذاك اللي خلى الشخص الواحد والمستقل هو اللي حاز الاغلبيه ومهما تكون. وقلنا راهي التونسي، راهو التونسي ما عادش غبي، راهو التونسي ما عادش تتعدى عليه، راهو فاق بكل شيء. لقى واحد وفي لتونس، وفاه والتبجيل هو وفي، احنا نقولوا الولاء لتونس، الولاء لتونس والوفاء للوفي اللي وفى لتونس وعطاه هذاك حد امكانياته. واحنا نراقبوا نعرفوا شكون صاحب نيه وشكون نيته كما يقولوها نتاع حب الذات ونتاع الانانيه ونتاع الكبرياء. قلنا لا، قلنا راهو شخص هذاك ثقه كبيره ياسر، نحن ننتخبوه ونحطوه امين على الام التونسيه. هو تو اصبح رئيس للي انتخبوا للي ما انتخبوش. قول له يا خويا دور عنقك للمنظومة الاجتماعية ونأكد رأي هذه اللي رقصتنا في تونس. ثم حاجة يزمها يفهمها وناديت بها، نقبل في تدخلاتي الكل
نقول اعمل راتراباج للناس اللي تخلص 500 واللي ناس تخلص 600 وناس تخلص 3 ملايين و6 ملايين، اعمل راتراباج خلت الناس هذوكم باش نولوا مجتمع راقي، باش ما باش نخسر اخذت تنعكس ذلك حتى على الاجرام، باش تعطي مفعولها وقت اللي تخلط الزوالي انت معاش ننقصوا المشاكل تنقص، المشاكل الاجتماعيه تنقص، الطلاق ينقص، الاجرام ينقص، نقولوا يا سيد الرئيس هذا اللي لازمك تركز عليه، وانا النادي وين المستشارين الاجتماعيين والفلاسفه والمناظرين الاجتماعيين تو وقت خدمتكم. دون سي بون يعني معاش الشعب التونسي معاش ينجم يستنى كما قال رئيس الجمهوريه قيس سعيد ان المرحله هذه ستكون مرحله البناء والاصلاح، يعني دقت الساعه سي بون عاش فما يعني 5 سنين التونسي يقول لك سي بون هاني صبرت هاني تحملت برشا مشاكل تحملت ازمه البلاد، اذا حان الوقت يعني توا سي نقولوا انا المجتمع التونسي طفح الكيل اصبر، ونحيي كل المجتمع التونسي اللي صبر، انا راهو المجتمع التونسي انا عايش في وسطه، راهو ذاق الامرين، راهو تعب، راهو كي تجيه ورقه الضوء عنده هو بالنسبه لي هو صدمه، كي تجيه ورقه الماء صدمه، كي ولاده باش يدخل المكتب صدمه، في المناسبات والاعياد صدمه، نقول له يا خويا تو ما صبرت الناس المجتمع التونسي صبر، نحب المجتمع التونسي ما نقولوش كن فيكون. أما نكونوا على الأقل إحنا بحلمنا متاع المستقبل وأفاقنا ونظرتنا العميقة للمستقبل متفائلين خير صحيح، أما التفائل راهو ما يوقفش طيارات الهادفة، نقولوا إحنا باش نكونوا هي السياسة الاجتماعية هي عمادة البلاد والدولة لتبنى بحسن النيات، يلزمها خدمة، يلزمها عمل، يلزمها استراتيجية، يلزمنا نرجعوا للسياسة القديمة البلانينج. التخطيط أن وزير كي يجي يعطينا برنامجه بتاع 5 سنين ولا 3 سنين ولا عامين باش نولوا نحاسبوه هكا الوزير هذاك، مش الوزير يشد 4 شهور وخمسة شهور تضاي حاجة وماشي على روحه هاوي يتسمى جاي يهوي ويمشي على روحه، لا 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 نحب وزير كي يتحط يعمل برنامج ويطلعنا على البرنامج بتاعه وشنو الأفاق بتاعه والرؤى الصادقة والموجودة خلنا نعرفوها ونقولوا رأي هذيك هي الحكومة تكمل بعضها، مش رئيس الحكومة يخدم، مش رئيس الدولة يخدم، لا لازمها تكمل بعضها الحكومة، وذلك ينعكس على المجتمع التونسي، المجتمع الشرط يرضى أنه يكون هو يا سيدي ما حاجتوش بالرفاهية، حاجته يوفر القوت الضروري للحياة وليداته يقروا ومستور كي يطلبوه في حاجة يوفرها لهم يزيه هكذا مع المؤتمر.